طيب هبدأ مع حضرتك من حيث انتهيت. تمام. احنا طبعا لسه ما انتهيناش، احنا لسه اللجنة بدأ من فترة قريبة، بدأنا نزول لصوامع، بناخد عينات عشوائية على مستوى الجمهورية للصوامع، وبيحصل في اللجنة اللي بتقوم مش من البرلمان فقط، بتبقى لجنة مشكلة من مجموعة عناصر، في عنصر من الرقابة الإدارية، في عنصر طبعا النواب موجودين بصفة أساسية، وفي عنصر من الرقابة الإدارية، وعنصر من المباحث التموين، وفي عنصر من التحاليل بتاعة التقاوي، بحيث انه بياخد عينات تتحلل من المادة، بالإضافة إلى شركة قياسات على أساس تقيس المساحات والمسافات عشان نحدد منها الأوزان بتاع الأقماح اللي موجودة، شركة عالمية معتمدة متخصصة في هذا المجال، وبيتحرك المكان، بروح في كل مرة مكان مختلف عن التاني. طبعا في تجاوزات موجودة أكيد، مفيش شك في هذا الكلام، لكن أنا عن نفسي كنت أفضل أني ما نفضلش نتكلم عن نتائج قبل ما ننتهي اللجنة من عملها بصفة عامة، يعني حتى ده عتاب على كل الأطراف اللي بتتناول الموضوع. احنا بدأنا لجنة بدأت عمل لم تنتهي منه، فقط ما ينفعش أطلع نتائج نهائية في حقوق أشياء معينة. أولا ده بيضر بعمل اللجنة في الأماكن الأخرى وفي الأماكن التانية المستهدفة، لأن هي مش مكان ولا اتنين ولا تلاتة، احنا في 517 مكان تقريبا، صومعة وشنيا وبنكر على مستوى الجمهورية، في تبع القطاع الخاص غير القطاع العام. فبالتالي انا ما ينفعش اطلع كل اوراقي وكل اللي عندي واقول عملنا كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الادانه بالفساد طبعا ما فيش كلام، في مشاكل كتيره، او خلينا نقول في مخالفات واضحه واحيانا بتصل الى الجسيمه في بعض الاماكن. طب خليني اتكلم على الواضحه، اللي ما فيهاش شبهه او تمام يعني بالظبط. حضرتك مثلا في مكان تروح مكان شنيا او صومعة مثلا، بيقول ان هو في الورق مسجل ان عنده 39,000 طن، تمام، طن قمح، وطبعا دي متقاضي ثمنها، تشوف الكميات اللي موجوده فعليا على الارض تلاقيها مثلا حوالي 19,000 طن، اذا في 20,000 طن غير موجوده وهميه، دي تمنها وردت ليه من وزاره التموين وحطها في جيبه، ومطلوب منه طبعا يعني لها طرق ثانيه وخلافه، لكن في انا قدام عجز 20,000 طن، دي تمنها كام؟ ما يقرب من 56 مليون جنيه، ده في مكان واحد. انا اللي يهمني في المرحله الحاليه اللي هي المنظومه، يعني ان احنا نطلع برؤيه جيده لمنظومه جيده تمنع فيما بعد عمليات التلاعب وعمليات الفساد، مش ده اكبر واهم بكتير جدا من ان انا امسك واحد حرامي او اتنين او عشرة او عشرين. تمام.